إصلاح إصلاح. أنت أصلحت المعلومة اللي عند الناس كلها. كانوا زمان بيخافوا يقولوا اسمه، يقولوا جاني المرض الوحش أو جاني اللي ما يتسماش. النهاردة بنقول اسمه، لأن بقينا ضامنين إن العلم بيقول إن كل ما اكتشفناه بدري وكل ما كان الكشف الدوري بدري كل ما كانت الفرصة أكبر. هو في نقط كتير، بس أنا بتهيألي أهم نقطتين أنا حابة أتكلم عنهم هو طبيعة الست المصرية. طبيعة الست المصرية هو إن هي بتبقى آخر حاجة في الدنيا في حياتها، يعني دايماً جوزها قبلها، ولادها قبلها، قرايبها قبلها، صحابها قبلها، وآخر حاجة بتفكر فيها هي نفسها. عشان كده ستات كتير ما بيروحوش يكشفوا. في ستات لما بيكشفوا بيحسوا إن لا، مش هضيع فلوسي ومش هضيع مجهودي على إني أروح أخد علاج، ولادي أولى بيا وجوزي وبيتي بالمجهود والعلاج ده. خصوصاً من الرجل اللي هو صاحب الحق الأول للاستمتاع بيا، هو ده اللي يقول لي انت حلوه، مش هو ده اللي هينقصك في عيني ابدا، وانا عارف انك انت هتخفي وهترجع احسن من الاول. مش هتعرفي تدي اي حد حواليك اي حاجه، وكلهم اكشلي يعني الحقيقه انهم هيبعدوا عنك، لانهم هيحسوا ان ناس كتير على فكره بتبقى متعاطفه جدا مع حد مريض قريب منه، بس ما بيعرفوش يساعدوه، وبيبقوا احيانا عبء عليه اكتر ما هم بيحاولوا يساعدوه. ان ربنا خلق جوانا قوه، كل فرد عنده قوة وإيجابية جواه ربنا خلقها، بس هو محتاج يقعد يحفر كده ويطلعها ويبقى قادر إن هو يحارب ده. مريض السرطان لازم يبقى عنده هواية أو حاجة بيحبها جدا يطلع فيها طاقته. أنا عارفة إن ده كلام ممكن مش طبي قوي، بس أنا بصدق فيه جدا إن